أخبار اليوم. فنان الجميل محمد رشاد، أهلا بيك النهاردة في أخبار اليوم، وكلمنا عن تكريمك النهاردة كأفضل مطرب شعب. سعيد جدا بتكريمي في مسابقة زي الميمة، لأن هي من أكبر المسابقات الموجودة في الوطن العربي. في وسط كم الفنانين كتير الموجود ده، حصولي على جائزة طبعا حاجة تشرفني وتسعدني جدا في الوقت القصير اللي أنا موجود فيه، وسعيد إن أنا شفتك بصراحة يا اسطى. بالنسبة بقى للسينما، أنت يعني عملت كرم الكينج، طلعت بشخصيتك الحقيقية، إمتى بقى نشوف يعني محمد رشاد ممثل مستقل بقى بعيد عن الغنى؟ يعني أقدر أقول لك إن شاء الله إن أنت هتشوف محمد رشاد كممثل بإذن الله بعد الألبوم بتاعي ما ينزل بإذن الله، أو بعد على الأقل الكليب بتاعي اللي هو كنت حط فيه تجربة تمثيل صغنونة. بس أنا بفكر جديا، وفي أكتر من عرض جه، وبإذن الله قريب هيبقى موجود الموضوع إن شاء الله يا محمد، ونتمنى نشوفك قريب وبتدقوا فيه. بس ربنا يخليك.